السلام عليكم، صباح الخير عليكم. كيفاش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، صحه جيده. يوم الحد نضنا بكري، راني حاب نروح نصور لك اليوم اخوتي كما راكم تشوفوا، باش ما تقولوش راه يغش فينا ولا الكليمه راه عيانه وراح تصب الشتاء وما على باليش اسكو نكمل نصور ولا ما على باليش كيفاه. المهم قعدوا معايا كي نوصلوا وين الطوموبيل ان شاء الله نكمل لكم التصوير. صلوا على رسول الله. السلام عليكم، صباح الخير عليكم خوتي العزاز. دخلنا في الطوموبيل بعد ما راه البرد برا. خوتي راني رايح اليوم الحد الصباح، راه كلشي فارغ، كلشي راه بارد، كلشي راه ماشي خدام، الناس قاع راقده. انا نط قلت نروح نصور، جاتني لونفي قلت والله غنوض نروح نصور خوتي. المهم خوتي العزاز نشوفكم، قعدوا معايا نوري لكم الطريق اللي راني رايح ليها، وربي يحفظ الجميع ويعطيكم الخير ان شاء الله. ادعونا معكم ونحبكم في الله. اقعدوا معنا نوري لكم الطريق. بسم الله، صلوا على رسول الله. بسم الله، يا ربي توكلنا عليك خاوتي، يا ربي الحنين، اللهم يسر ولا تعسر. خاوتي صباح الخير عليكم، يا وجوه الخير، ربي يحفظكم ان شاء الله ويبارك فيكم. خاوتي رانا رايحين على كل حال، راني رايح لوحد حبيت نصور اليوم ان شاء الله، حبيت نصور لكم السيارات. رانا رايحين للمحلات اللي يبيعوا الطوموبيلات. وشنو راي حاير؟ راني حاير وين نروح، اسكو نروح للبي ام، اسكو نروح للفاوفي فوكس فاغن، اسكو نروح للاودي، ولا غير حرت مرسيدس. على كل حال اقعدوا معايا ان شاء الله صوروا لكم حاجة مليحة اليوم. وشنو الشتا راه يتصب كيما راكم تشوفوا خاوتي، الله غالب ان شاء الله باك ما تصبش بزاف، باسكو اذا صبت بزاف انا ما نكذبش عليكم، راه البرد راهي على كل حال 7.5 درجة، راهي 7 درجة نورمال عادي في المانيا 7 درجة ماشي البرد. بصح كي شغل كي تبدا معاه الهواء بارد هو اللي مشكل، كي يكون البرد وحده نورمال، بصح كي يكون الهواء بارد هذاك هو اللي يوجع. وكاينه حاجه ثانيه خاوتي، انا ما نحبش ندير ليغون والكاميرا لازم تشدها بيدك. المهم ان شاء الله ربي يجيب الخير ان شاء الله، راني حاب برك نصور لخاوتي تفرحوا معايا ونفرحكم. ربي يحفظكم، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في العالمين. الله يعطيكم الخير إن شاء الله. قلت لكم كاين هنا يا واسمهم وين يبيعوا طوموبيلات غير هنا لتحت، بصح ما على باليش مانيش حاب نروح ليهم، ما على باليش كيفاش. خاوتي ما نكذبش عليكم، ما نزيدش نروح نصور فوسمو، ما نزيدش نروح نصور وين كاين الاجانب. خاوتي تروح تصور يبدا يقول لك واش جاب. على كل حال اليوم الحد، على كل حال اليوم الحد وما تلقاهمش، بصح خطا تلقاهم. مثلا خاوتي برك حبيت نقول لكم، البارح كنت دخلت لواحد البلاصه على بالي فيها طوموبيلات، بعد كي شفتها بلي ما فيها جيت خارج لقيت واحد السيد كارا عيط لي قال لي ها مفتوحين هنا. قلت له مفتوحين نورمال، وتسقسي لي كما على باليش. قال لي انا نخدم هنا،
شو الور مالي رشاك شو حب يعرفني انا شكون. قال لي انا نخدم هنا. قلت له مليح. قلت له انا جيت نقلب على كاش طوموبيلات هنا اللي يبيع طوموبيلات. قال لي اوكي شغل موسوسين هنا بزاف تهرب الضريبي راك تعرف العقليه. المهم انا ماذا بيا نروح خاوتي للحوانات الكبار ولا اللي ماغازان الكبار. خاوتي ما زيتش نروح اللي كيسموه لهذوك حوان تاع بريفي ومن بعد يقعد يطلع فيك ويهبط فيك يبدا يقلق فيك بالخزره. وماشي غير بالخزره هذوك يهضروا معاك يجوا يقول لك واش حبيبنا واش راك تصور. خاوتي اذا كنت تشوفوا الطريق راهي فارغه هذه بيوم الاثنين مثلا ما تنجمش تمشي هنا يا هنا لازم لا كومبرومو. راك تشوف اليوم الحد كل شيء راه مغلوق على بيات طريق هاي فارغه. نعاودو نولو للسوجي تاعنا الاولاني. قلت لكم تاع الاجانب اللي بيعوا الطوموبيلات ما نزيدش نروح عندهم خاوتي. نروح عند الالمان دوك الالماني اللي عنده طوموبيلات راح حطهم طرف الطريق. كاين واحد من هيه نعاود نولي كاين واحد من هيه شفتوا هذاك النهار حبيت نروح عنده. يا ربي ما يسمحوا ندورو برك. ايوه كاين واحد خاطرش شفت داير طوموبيلات مستعملين وشابين ودايرهم طرف الطريق. على كل حال رانا في مدينه فرايبورغ خاوتي. هذه ماشي المدينه اللي نسكن فيها انا بصح هذه المدينه نحبها بزاف وسكنت فيها العام العوام الاولانيين كي جيت. حبيبنا دوبلا وين ما لازمش الدوبلي. هذه اللي واحد الماتريكول اسمه ايمين واحد البلاصه اسمها ايمين دينغن هنايا الماتريكول تاعهم او ام. كي تشوف او ام عرف باللي ما يعرفش يسوق وما يعرفش السوق شغل هو واحد الدوار. المهم قلت لكم شفتوا هذاك النهار هنايا غير هنايا بصح مغلوق تاع اجنبيه بصح مغلوق حاطهم طرف الطريق بصح ماشي هذو اللي كان حاطهم طرف الطريق. كاين غير واحد غير هنايا لازم نمشي غير بالعقل. المهم صلوا على رسول الله تربحوا. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هو ثاني هذا الفا روميو منا ثاني تاع اجنبي. كاينه فولفو الهيكا اشوف نروحوا الفولفو نضربوا دوره عند فولفو. لا نكمل هنا صبروا برك سمحوا لي. ايوا هاولي نشوف هذا الاولاني ان شاء الله باقي ما يكونش كاين مولاه يبدا غير يشوف فيا يطلع ويهبط يطلع ويهبط حتى يمرر لك المعيشه تاعك. باقي مع اللي ترفد كاميرا راه مغلوق على كل حال كل شيء راه مغلوق. ايوه صلوا على رسول الله خاوتي دوكا نهبطوا ونصوروا لكم. صلوا على رسول الله.